عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. بعد ما اشتد تاع الفوت هذه تاع الترشحات تاع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وين يوم خمسة وين غادي يقدموا ترشحات تاعهم، والناس هي ساكتة، كاين بزاف لهم ساكتين. وين شاهدنا أكلي أدراري، وين هذا وين تكلم على السيد الحاج محمد راوراوة، وين قال لهم خدم الجزائر ومن حقه الترشح لرئاسة الفاف، ويمكن يكون نقولوا أي رئيس اتحادية ينجم يتعامل مع السيد الحاج محمد راوراوة بالروح للخبرة تاعو، بالروح للمعرفة تاعو، أحسن معرفة في إفريقيا بشهادة الصديق والعدو، بشهادة العدو والصديق. خلينا الناس اللي مشي باغيين اسم تاع الحاج محمد راوراوة، كاين اللي بزاف مشي باغيين، كاين اللي وحده هكا ما يعرف لا الحاج، مشي باغي الحاج وصحيح، بصح الناس اللي تعرف قيمة الحاج يعرفوا شي يتكلموا عليه. حنا نهضروا عليه، حنا ما رناش نردوه إله، أنا راني نتكلم راهي وعارت علينا، راهي وعارت علينا، وعارت علينا علاه؟ يعني باغيين يحقروا الجزائر، وشاهدناهم كيفاش عزلوا الجزائر حتى في الانتخابات تاع الاتحاد الافريقي، وين عزلوا الجزائر، الجزائر اللي كانت صاحبه الكلمه الاولى والاخيره، يعني كان كل شيء باعتراف. راهم ابو ريده هدر، هذاك التونسي هدر، كاع الناس يهدروا، كاع الناس هدروا، كاع الناس هي تهدر دروك، كاع الناس هي تهدر. حنا في 2019 قال لك هذا راه يشيط للحاج، قلنا لكم يا جماعه الحاج قعد 35 يوم في مصر، 35 يوم في مصر. ناس قال لك لا هذا الشوبي راه يشيط للحاج، حنا نهضروا شتى الصحافه كانت داس عليكم، قلنا لكم الكراس يا ودي خلص، هذه تعبنا منها. قال لك اودي شوبي راه يكذب علينا، الحمد لله يخرجوها. واش كنا نهضروا كل شيء يبان دروك، واش كنت نهضر على ذيك؟ راني ساكت على ذيك، صايك سكت صايك الهضره. قلنا لكم اللي عنده ذاكره كبيره هي اقل شيء كنا نهضروا، اللي ما عندوش ذاكره عنده ذاكره صغيره يقول لك سمعتها غير اليوم، يقول لك قالها فلان سمعتها. احنا رانا هضرنا وكملنا، رانا هضرنا وكملنا، صايك سي بون ما تبقاوش نعاودو نولو حاجه لي الحيه اللي هدرناها صايي سي بون. على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب، نقولوا باللي الناس اللي غادي تخدم غادي تجي تخدم للجزائر، ما غاديش يجي يخدم مصلحه تاعها، خاطر بنادم راه في 71 عام غادي يجي يقدم لي كونسي. كنا نقولوا لكم باللي هذا بيبيوتيك، مكتبة هذا مازال عنده خطرة في الشهر يقروا له دروا سبورتيف، مازال عنده ساعة ولا زوج سوايع يقري لي دروا سبورتيف، وغادي من بعد تسمعوها. حنا انا وين نعرف باللي الحاج يروح لاسويس ويقري ناس تروح تقري فماك ومنا ومنا، وين نعرف هاد الصوالح؟ ما نعرفهمش، كون ما كاش على بالي، ما كون ما سمعتهاش وما عطاونيش المعلومه الحقيقيه ما نتكلمهاش، نسكت والله ما نهدرها كاع. على هذيك اليوم نقولوا باللي ودي حنا ماناش نقولوا الحاج لازم يجي هو رئيس اتحادي، يمكن يكون هو رئيس اتحاديه وما كاش لسان وقادر يترشح، يمكن يكون يقدم نصائح ويعاون ويمد وكلش، كيما نهار اللي كذب زاتشي اول في العام تاع الشهر تاعو الاول اللي كان فيه زاتشي في المنامه لقى بينو بين انفرتينو، قال له هو لا ولدي تهلا فيه، لقى بينو بين حمد احمد قال له هذا ولدي وتهلا فيه. ناس شواطين في ذاك الوقت كان حداد ضد الحاج، كانوا غايرين من الحاج ماشي كان ضد الحاج، خاطش حداد كذب لي يا اسمع، حداد منه حداد من ما يبان وما بانش مع الحاج،
صعبو كيبان الحاج كيبان منا فرنسا بزاف صوالح امور بزاف صوالح يعني جابوها مول الحاج سلا كان كاع النرويج يضحك في الغاشي والحاج جاي خير منه جابوها مول الحاج هذه هي هذه هي القصه تاعها مش قضيه تاع الحاج مال لا الناس كانت وداروا بيناتهم داروا بيناتهم وخلطوا بيناتهم وبين الحاج وزتشي ولي سرا سرا لي سرا سرا الحاج بروحو عارف شكاي لي سرا سرا هذه هي حنا نسمعوا هذا اكلي ادراري يتكلم على الحاج يعني الناس الحمد لله يا ربي الناس هاي راح تحضر tout est possible لانك في الجزائر كلشي ممكن كلشي ممكن قادر يولي بوركو الى الضروه يولي قادر يولي الى الضروه درك الا ما عندوش قانون هذيك حاجه اخرى عنده قانون عنده صفه جزائري وعنده قانون يولي ها الى الضروه قادر يولي يا اخي ما كانش لاج حبسوها تاع لاج صحيح اي دونك قادر يولي روراوا الى سيكاليتي وخدم لالجيري وعنده حوايج ما نقدروش نحيوهم للروراوا باسكو لي جوار هادو لي نضحكوا رانا نلعبوا هذه اللي كنت نقرا على هنايا وعنده حوايج ما نقدروش نحيوهم للغرامه باسكو اسمع ذاك اللي يقول لك جان باو ذاك بو لحيه هذاك تاع العرض راه ما يوليش اسمع اسمع اللي راك تتمتع به اليوم وراك تدخل الدراهم به جابه لك الحاج لو كان راه لو كان راه في فرنسا بالناصر بالناصر قعدنا نقارعوا تيجي وحده كره في فرنسا ولا راه في المغرب ومحرز كره في فرنسا هاك سامع ودي خويا اسمع الجوار هادو اللي نضحكوا رانا نلعبوا في ليكيب ناسيونال رانا نتمتعوا بها رانا نفرحوا بها تخرجنا لاريسي كراسا روراوا C'est un homme qui a son poids au niveau international, Marfo. Et donc, avec son âge, est-ce que les capacités morales ou là, les capacités physiques, mais ça va leur mimchi ou ma rage tao, avec Hajakra, avec Wadi Alabalo. On peut le chauffer au chers, Mahar Wara. Mon kin prie, tu as dit, allez, Wara, qu'est-ce qu'il y a de la belle? حنا انا ماشي انا نهضر لي جورناليست تاعنا يهضروا يقولوا لك صادي ولي ضرب راوا او جابوا راوا الى قدر يعاونوا الى قدر يسقموا الفوتبول انا جي سوي كونتر بيرسون اللي يخدم كره القدم كي يجي يخدم انا نهضر اون طونك مومبر نهضر كي نشوف لي بروغرام تاعها وما كاينش بروغرام بيرسون ان بروغرام اون بو با بريزونتي ان بروغرام اون اون سيمين بروغرام يتبريزونتاف على المدى المدى الطويل دونك معليش حنا موالفين لي زالجيريان نترشحوا بعد نديروا بروغرام معليش مي ليسونسييل نشوفوا لون كيلفو على بلاص كيلفو ان شاء الله ان شاء الله هذو اللي ترشحوا اللي ترشحوا هذو الناس اللي ترشحوا 5 6 ان شاء الله يكونوا واحد 10 باش تكون لا كونكيرونس صح ايوا باش يكون على بالكم هي 5 ان شاء الله بربي ناس تخرج ناس غادي تحط الاخرى تاعها يمكن 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 كاين مفاجات ما تنجمش تعرف كيما كانت كاينه مفاجاه في 2017 يمكن يكون كاين مفاجات في 2021 ينجم ما كاش لي يكون على باله اصلا دانيال مينيت غادي يفتحوا باب ترشحات الناس يحطوا الملفات تاعهم من السانك وهي رايحه تمشي حتى للديس وقيله وما حاطين الاخرين تاعهم ومن بعد كل شيء يبان يمكن ان شاء الله ربي يمكنش لا عارف هذا هذه وهذه الجزائر احنا خاصنا كيما تكلم قال لك الناس اللي راهي بالك نسات اللي عندكم ذاكره صغيره الحاج محمد راهو راهو بسبب هذا هذا المنتخب بروغرام تاع 10 سنين سي محمد مش تاع شهر ولا شهرين ولا 6 اشهر ولا عام بروغرام تاع سنين باش وصلوا لهذه القمه عامل قاعده الحاج محمد راهو راهو دير بلاتفورم سي محمد هذه حقيقه ماشي رانا نعبدوا فيه هذه لازم كل واحد نعطوا حقه كيما نقول زتشي غادي تنحسب له كاس افريقيا تنحسب له كاس افريقيا حبة من حبة وكريهة من كريهة كاين اللي يهدرها وكاين اللي ما يجيبش يهدرها انا نهدرها
لا بغات تخدموا له عليها، لا بغات تشراوها، لا بغات طوطال، لا بغات تجابوها، لا بغات من بصح تنحسب رئيس اتحادية هو زاتشي كيما الحاج محمد راو راو تنحسب له زوج خطرات كوب دي موند والقانون باهاماس وهذا اللعابة يبقاو الحاج محمد راو مكاش لي ينكرهم اختها هذه هي.